30 كيلومتر غرب مدينة باتنا بمنطقة بومية يوجد ضريح الملوك النوميديين إيمد غاسن، معلم حضاري يرجع بناؤه إلى القرن الرابع قبل الميلاد كشاهد على أول محاولة لإنشاء دولة موحدة في شمال إفريقيا حسب اعتقاد المؤرخين وعلماء الآثار من بينهم علي قربابي محافظ التراث بباتنا. إلا أن هناك غموضا حول معنى تسمية الضريح، فإيمد غاسن هو جمع كلمة مدغوس التي لم يعرف بعد معناها في اللسان الأمازيغي. هندسياً نجد تصميمه يشبه كثيراً شكل الضريح الملكي الموريطاني بتيفاز المعروف باسم قبر الرومية. قطر ضريح إيمد غاسن يقارب 59 متر وبارتفاع يصل إلى 18.5 متر، يشمل قسما سفليا أسطوانيا و60 عمودا و3 أبواب وهمية. يعلوه قسم مخروطي الشكل بدرجات، وفي وسط الضريح نجد قبو الدفن. صنف الضريح ضمن التراث المحمي سنة 1900 ليصبح من المعالم الأثرية التي تستهوي السياح والمهتمين بالآثار. فيه إقبال كبير للزوار. إحنا كقطاع للثقافة ربما ولا على مستوى الولائي، إحنا عنا السياسة على أساس أننا نقوم نشجع السياحة الثقافية، من بينها السياحة الثقافية من بينها هذه المواقع الأثرية المعروفة في الولاية مثل تيمقاد، مثل زانا، مثل نغوفي وإيمد غاسن. لما تتكلم مع الأهالي عندهم دراية، وفي نفس الوقت عندهم طموح على أساس أنه هذا المعلم اللي ملات كله أمور سياحية، أمور يعني حتى المدينة تحيا، وهما بعد يعني السكان المنطقة يبقوا محافظين على هذا المعلم التاريخي الأثري. ليبقى ضريح إيمد غاسن كتابا مفتوحا يروي لنا أساطير مملكة نوميديا وحكامها.